الدكتور محمد مصفى المرزوقي رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، السيد علي العريض رئيس الحكومة، السيد حسين العباسي أمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد العميد محمد فاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين، السيدات والسادة رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الوطنية، السادة ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة والسادة ممثلي وسائل الإعلام، شكرا لكم والمعذرة على هذا التأخير، وشكرا لصبركم وقبولكم بالترقب هذه المفاوضات. حضرات الضيوف الكرام، يطيب لي أن أعرب أصالة عن نفسي وباسم منظوري الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن بالغ مشاعر السعادة بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وأن أتقدم بفائق عبارات الشكر لكل من ساهم في جمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية على مائدة الحوار الذي يتطلع شعبنا إلى أن يكون حواراً بناءً يخرج بلادنا من الأزمة الخانقة التي تعيشها. حضرات السيدات والسادة، إن لقاءنا اليوم رغم أنه يأتي بعد مشاورات واسعة وجهود شاقة ومضنية ليس غاية في حد ذاته، ولكنه محطة مهمة جدا أملتها التطورات التي عاشتها بلادنا، والتي جعلت الأوضاع غير مستقرة ومفتوحة على العديد من المخاطر، وهي محطة سيكون لها بالتأكيد تأثير كبير على مستقبل البلاد على مختلف الأصعدة. وهذا ما قادنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى المساهمة بفاعلية في الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى الوطنية، رغم ما صدمنا به أحياناً من سوء فهم لمقاصدنا ولدورنا. فنحن منظمة مستقلة ومحايدة سياسياً تقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية، لكن الشأن السياسي يهمنا نظراً لتأثيره الكبير على النشاط الاقتصادي وعلى مناخ الاستثمار والتشغيل. ولقد بنينا مواقفنا على هذا الأساس دون أي اعتبارات أخرى، وتبين لنا أن بلادنا أصبحت في خطر في ظل تنامي الصراعات السياسية وظهور مؤشرات انقسام بين فئات شعبنا. حضرات السيدات والسادة، لقد دخلت بلادنا منعطفاً خطيراً بظهور الاغتيالات السياسية بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ثم الشهيد محمد البراهمي، واستشهاد 8 من جنودنا بجبل الشعامبي في عملية إرهابية دنيئة، فضلاً عن سقوط عدد آخر من الشهداء من الأمنيين والعسكريين رحمهم الله جميعاً، وإصابة آخرين بجروح قبل هذه الأحداث. وتفاعلاً مع هذه التطورات التي شهدتها بلادنا، دعونا حينها إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإداري للاتحاد، بقيت أشغاله مفتوحة واتخذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة. وأود بالمناسبة أن أجدد التأكيد أن موقفنا لم يكن منحازاً لطرف سياسي على حساب طرف آخر، إنما هو موقف فرضته تطورات الأحداث. كذلك فإن مختلف تحركاتنا في الفترة الأخيرة غلبت دوماً خيار التوافق والبحث عما يجمع والدفع نحو تجنب كل ما يفرق. حضرات السيدات والسادة، بعد أن كنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نؤكد ونكرر بمفردنا تقريباً أن أوضاعنا الاقتصادية سيئة، وهو ما جلبنا لنا كثير من الانتقادات وحتى اتهامنا بالمبالغة والتهويل. ها قد أقرت اليوم أكثر من جهة ومنها بعض الجهات الرسمية أن الأوضاع الاقتصادية لبلادنا صعبة وخطيرة، وأن المناخ العام غير ملائم للاستثمار، وأن الآفاق تظل غير واضحة، وتستدعي التحرك السريع تجنباً لكل التعقيدات الجديدة. وأكرر أمامكم من جديد أن أخطر ما تواجهه بلادنا هو استمرار غياب الحل السياسي لهذه الأزمة، الأمر الذي سيزيد في تعميق المشاكل الاقتصادية وفي بروز أزمة اجتماعية ستكون انعكاساتها كارثية على الجميع وستأتي على الأخضر واليابس لقدر الله. لذلك فإن الفشل ممنوع علينا، وعدم نجاح هذا الحوار سيكون ثمنه باهظاً على الجميع.
حضرات السيدة والسادة، نحن نعتقد أن هناك ثلاث أولويات رئيسية بالنسبة للمرحلة المقبلة لابد من الاشتغال عليها. أولها الأمن وضمان قدر من الاستقرار للبلاد وخاصة التصدي للمخاطر الإرهابية، وثانيها معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم من خلال خطة إنعاش عاجلة نتفق عليها جميعاً، وثالثها تأمين أفضل الظروف للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من حيث ضمان شروط نزاهتها وشفافيتها وحياد الإدارة فيها، وكذلك الاتفاق على مواعيد محددة معقولة لإجراء هذه الانتخابات. إن مسؤوليتكم كقوى سياسية في إنجاح هذا الحوار كبيرة وتاريخية، فشعبنا ينتظر منكم فسحة من الأمل حتى يستعيد ثقته بالمستقبل. كذلك فإن أنظار كل العالم تتجه إليكم لترى ماذا ستفعلون وماذا ستقدمون لإنجاح تجربتنا الديمقراطية الفتية. كما أود أن أنبه أن التعهدات والالتزامات مهما كان وضوحها تظل غير كافية وحدها ما لم يتوفر معها قدر من الثقة بين من سيجلسون إلى طاولة الحوار. فالثقة ضرورية بينكم في هذه المرحلة، وبدون ثقة لن نحقق أي شيء ولن نمضي بعيداً. كذلك لابد من الانتباه إلى ما يسود علاقة بعض الأطراف السياسية بعضها ببعض من تشنج أحياناً على مستوى الخطاب والتصريحات، ومخاطر ذلك على المناخ العام للبلاد. في هذه الأجواء المشحونة غالباً ما يستغلها البعض للإساءة والتجريح وهتك الأعراض وحتى لدعوات القتل خاصة على المواقع الاجتماعية، وهذا لا يليق بنا كشعب عرف بالتسامح والاعتدال. لذلك أرى أن من مهام هذا الحوار ليس العمل على التوصل لحل أزمة سياسية التي تعيشها بلادنا فحسب، بل إلى تحقيق المصالحة بين مختلف الأطياف السياسية، لأنه يسوءنا أن يتعرض أي كان إلى التجريح والإساءة. حضرات سيدات والسادة، أريد أن أؤكد لكم أن لكم في تونس صاحبات وأصحاب مؤسسات يمكن أن تعولوا عليهم، قد أثبتت التجارب وطنيتهم وحبهم لبلادهم، وشاهد شركاء تونس بقدراتهم وبكفاءاتهم، وهم لا يطلبون المستحيل، إنهم يطمحون إلى مناخ آمن وظروف تشجع على العمل والاستثمار. وتأكدوا أن لهم الإرادة والقدرة على مغالبة المصاعب الراهنة وتجاوزها متى توفرت الظروف الطيبة، وهم لا يرضون عن تونس بديلاً مهما كانت المغريات والأحوال. هم يثقون بالشعب التونسي ويثقون بنخب تونس، فثقوا أنتم بهم. أتمنى صادقة أن يكون هذا الحوار فاتح خير على تونس، وأن نستثمره لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان. أننا لا نريد لهذا الحوار أن ينتهي بغالب أو مغلوب، نريد حواراً تخرج منه تونس منتصرة. شكراً لكم، وأتمنى التوفيق للجميع.